إذا مرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في هذا البث المباشر من مدينة أكادير، ومرة أخرى في شارع العيون. أغلب الناس في عالم هذا الشرطي هذا اللي هو شارع العيون، كاين بزاف ديال الحوادث سير كيطراو هنايا، واليوم الساكنة خرجات كتحتج ضد هذا الشرطي هذا باش يلقاو ليها حد، واليوم كنتواجدوا مع حقوقيين باش يهضروا يقولوا حتى هما كلمة ديالهم. تفضلوا استاذ، قدم لنا راسك وحاول تعاود لنا المشكل اللي كيعانيو منه السكينه ديال بيسردو على الشنطي هذا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا وقبل كل شيء، معكم محمد قويصح، كاتب عام المرصد المغربي لحقوق الانسان في المكتب الاقليمي باكادير ايدو تنان. اليوم كما تشوفوا احنا واقفين امام شارع العيون الذي اضحى يسمى بشارع الموت لحصد مجموعه من الارواح في اقل من شهر، اللي تنقولوا ربما كاينين واحد اربعه ديال الضحايا ولا خمسه في اقل من شهر، اضافه الى مجموعه من الحوادث السير اللي تنشوفوها في هذا الشارع ديال العيون. واحد المجموعه ديال الحوادث السير خطيره اللي باتت تؤرق بال الساكنه ديال بن سرقاو الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا وقبل كل شيء، معكم محمد قويصح، كاتب عام مرصد المغربي لحقوق الانسان المكتب الاقليمي باكادير ايدو تنان. كيف ما تنشوفوا اليوم واقفين امام شارع العيون، هذا الشارع الذي اصبح يؤرق بال ساكنه بن سرقاو الكبير لما يعانونه من مشاكل في العبور، اللي تنقولوا بان مثلا هذا الشارع حصد خمسه الارواح في اقل من شهر. مجموعه ديال الحوادث السير خطيره كانت امام هذا المدار اللي كاين هنايا بشارع العيون. واحد المشكل كبير بزاف والتي ارق بال الساكنه ديال بن سرقاو الكبير، لدرجه ان العديد من الساكنه ما بقاتش قادره تقطع هذا الشانطي ولا دير العبور لهذا الشارع. كما تشوفوا ايضا ان المجلس البلدي لمدينه اكادير تحاول ربما تتملص من المسؤوليه التي انسبها للشركه ديال التنميه المحليه باكادير او التنميه المحليه بسوس. تشوفوا ايضا بان ما كاينينش محددات ديال السرعه، ما كاينينش علامات التصوير اللي ربما يلاه داروهم هذه يومين من بعد واحد الاحتجاج ديال الساكنه، واحد المطالب ملحه ديال ساكنه بن سرقاو الكبير. بالنسبه للاسباب الاولى ديال هذه الحوادث هما هذه العلامات ديالهم ما كاينينش. نعم نعم، في الاول لم تكن هذه العلامات ديال التصوير، ما كانوش ممرات الراجلين، هذه الممرات الراجلين اللي ما كانتش في هذا الشارع ديال العيون ادت بنا الى مجموعه من الحوادث ديال السير. مجموعه ديال السيارات ترتطمت مع بعضها، مجموعه ديال الناس لقوا حتفهم في هذا الشارع، بحيث ان الناس ولاو تيلقبوا غير بشارع الموت. كاين واحد مجموعه ديال الاشغال اللي تنشوفوا اكادير كامل في مجموعه ديال الاشغال، ولكن هذا الشارع بالضبط سنه كامله من الاشغال، ولم لم تسرع الهيكله والتهيئه ديال هذا الشارع. للاسف الشديد تنحملوا المسؤوليه كامله للمجلس البلدي اللي تدبر الشان المحلي باكادير وما باغيش يوقف على هاد الامور اللي تنشوفوها احنا بسيطه. مثلا هذا الشارع راه داخل ضمن الورش الملكي السامي، ولكن الورش الملكي السامي تنشوفوا احنا المنتخبين اليوم تيحاولوا يعرقلوه، تيحاولوا ربما بشكل او باخر تينهبوا المال العام. أنا فينا هما دابا الان ممرات الراجلين؟ فينا هي علامات التصوير؟ فينا هي السرعه في اعاده تهيئه هاد الشارع؟ ما كاينش غير هاد الشارع في اكادير، بما اننا نحن مرصد مغربي لحقوق الانسان، ما كاينش غير هاد الشارع في اكادير، راه مجموعه من الشوارع تتعاني في مدينه اكادير، مجموعه من الشوارع حفروها، مجموعه من الشوارع دوروها بالقصدير وبداو فيها الاشغال وتحبست الاشغال في مدينه اكادير. ملي تتحبس الاشغال تيمشيو لشوارع اخرى وتيخليو لنا الشارع الرئيسي واللي حفروه وتمشيو يبداو يديروا اشغال اخرى. للاسف الشديد اليوم ساكنه بن سرقاو تنشوفوها تتحتج على هذا الشارع اللي من المفروض يكون سالت فيه التهيئه ديالو، تكون هذا الشارع يكون واحد الشارع ربما اللي خصو يكون واحد الايقونه. للاسف الشديد من بعد سنه كامله من الاشغال راه مازال تنشوفوا ما كايناش التهيئه الحضريه لهذا الشارع، ما كاينينش ممرات الراجلين الكافيه، ما كاينينش محددات السرعه، وما كاينينش علامات التصوير اللي بامكانها تخلق لنا واحد السلاسه في المرور. تنشوفوا اليوم هذا الشارع راه ولا تيهدد لنا واحد الحق سامي من حقوق الانسان اللي هو الحق في الحياه. اليوم تنقولوا بان اربعه الناس ماتوا ولا ثلاثه الناس ماتوا في هذا الشارع، ثلاثه الجنازات في حي امزيل، هذوك ثلاثه الجنازات اللي كانوا راه ولادنا وولاد الشعب. راه لا يعقل ان المجلس البلدي
والشركه ديال التنميه المحليه لاكادير تيستهتروا بالارواح ديال الناس بالارواح ديال ساكنه اكادير. من اجل ماذا؟ تنطرحوا علامات استفهام، تنطرحوا علامات تعجب، تنخليوا الامر الان اليوم، لاننا اليوم كمرصد مغربي لحقوق الانسان قمنا بمراسله شركه التنميه المحليه باكادير سوس، قمنا برفع مراسله لها من اجل ان تسرع في هيكله وتهيئه هذا الشارع الذي اصبح نقطه سوداء بالنسبه للساكنه، مجموعه ديال الناس الكبار، مجموعه ديال الاطفال، مجموعه من التلميذات والتلاميذ. تنشوفوا الان مؤسسات بن شقرون ما قدامها، ما كاينش قدامها معبر ديال الراجلين، راه بزاف ديال الناس ما بقاوش تيقدروا يعبروا هذا الشارع، بزاف ديال الناس تيحاولوا يتفاداوا هذا الشارع للعبور. للاسف الشديد تنشوفوا واحد الاستهتار كبير، واحد اللامبالاه من طرف المسؤولين. تنحملوا المسؤوليه الكامله للمنتخبين ديال هذه المدينه، وبالتحديد المنتخبين ديال المجلس البلدي اللي تفرضوا على الساكنه انها تعبر من هذا الشارع اللي ما فيهش ادنى شروط السلامه الطرقيه. وكيف ما تنعرفوا بان السلامه الطرقيه راه هي واحد الحق من حقوق الانسان اللي خصنا ندافعوا عليه، اللي خصنا نناضلوا من اجله، اللي خصنا نسعوا من اجل هيكله هذا الشارع. وشكرا. اذا المره الاخرى مع مواطن اخر كيعاني من مشكل اللي هو حقوق بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أقدم نفسي أولا عبد القادر عكار، رئيس مرصد المغربي لحقوق الإنسان فرع أكادير إيدل كامل. حاول ترفع الصوت شوية، نعم شكرا. إخواني فعلا هذا البلاغ كما قال الأخ الكاتب العام السي محمد قويصح، أن هذا الشريع ما بقاش مسمي دابا عند المواطنين وساكنة بن سرقاو باللي شريع العيون ولا شريع الموت. أقل من 20 يوم توفوا 5 الناس بقوة السرعة، تاهت الشباب بهاد العجلة، هاد الطوموبيلات والمواتر وداك الشيء كيزيدوا بزاف، كيشوفوها ما كاينش شي علامه اللي ديال قيف، ما كاينش شي علامه ديال ممر الراجلين، ما كاين والو. والناس هنا اللي داز في الوسط الطريق الا عنده مشكل ما يقدرش، بحال الناس اللي كبار في السن ما يقدرش يكمل الطريق، كيبقى واقف وكنشوفوا فيه. وحقيقة إلا كتشوفوا هاد الشيء اللي هنا في هاد الشارع راه كنطلبوا هاد الشركة، اللي قبضت هذا رحنا ماشي ضد المشروع الملكي، هذا مشروع ملكي اللي غادي يعطي المستقبل لهاد المدينة. تبارك الله مزيان ما شاء الله، ولكن خص يسرعوا في هاد الخدمة. كنشوفوهم كيخدموا هنا وكيخليوها وكيمشيو لجهة أخرى، كنشوفوا ليه هذه مدة ديال سنة وشي حاجة، وحتى شي حاجة ما كاينة، حتى شي حاجة ما بين خدمة واصلة. على كل حال كنطلبوا هاد المسؤولين ديال هاد الشركة التنمية لسوس باش تكمل الخدمة ديالها في أسرع وقت، لأن الضحايا هما الساكنة. وعندنا واحد المدرسة هنا سميتها مدرسة بن شقرون، كيخرجوا الدراري أقل من 16 17 عام 15 عام وكيجريو، وراه كي مشكل كبير. كنطلبوا هاد الشركة وهاد السلطات المسؤولة في مدينة أكادير باش يديروا رد الاعتبار لهذا الشارع هذا. وحقيقة اللي قال اللي بغيت نقوله قالوا سي قصيح. على كل حال احنا كنطلبوا الواجبات ديال هاد الاخوان، لان مع احنا في المرصد المغربي لحقوق الانسان فرع اكادير ايدا وتنان راه عندنا فايته شي 6 طلبات مساكنه اللي كيقول لك انتم واش كديروا؟ علاش ما تهدروش؟ علاش ما تقولوش؟ لا راح كيموتوا ولادنا، كيموتوا هذا، ما يقدروش نقطعوا الطريق، ما يقدروش. كاينه هنايا واحد الابناك
وكاين وكاله نتاع بن سرقاو ديال الماء وما يقدروش الناس يدوزوا باش يخلصوا باش يقطعوا من الحي ديال بن سرقاو الى هذا الماء الوكاله ما يقدروش. على كل حال كل ما اقوله الله يجازيكم بخير هذو المسؤولين يردوا الاعتبار لهذا الشارع باسرع وقت، كنطلبوا اسرع وقت وشكرا لكم. شكرا لك ايضا، شكرا لك.